بيقولوا قشطة الحلويات ما بتنعمل بالبيت، اليوم رح نبرهن العكس. خلينا نشوف كيف. القشطة لحتى نفصلها معمولة من مكونين، لنفهم الاثنين منهم، وحدة منهم هي القريشة والتانية هي شبه مهلبية. منبلش بالقريشة اللي هي كناية عن حليب، بدنا نزيد عليه خل لحتى يفصل، من بعدها بنشفه ونحطه على جنب. منبلش بست كواب من الحليب بقلب طنجرة، مندور تحتها، وكتير مهم نخلي عيننا عليه للحليب كرمال ما يلطش من تحت. منضل نحرك لكن بلش يوصل للغليان. بهالوقت فينا نحضر المهلبية، بس تأكدوا انه حاطينها على نار خفيفة وعم بتحركوا الحليب دايما. مهلبية 3 كواب ونص من الحليب بقلب طنجرة تانية، مندور تحتها على نار خفيفة، ومنبلش نزيد تقريبا ربع كوب من نشا الذرة. وهون لازم تتأكدوا كتير منيح انه نشا الذرة رح يخلط مزبوط مع الحليب وما يكون عندكم لمس بقلب المزيج. بنخلط، ومثل ما قلنا تأكدوا انه الحليب ونشا الذرة انخلط مزبوط قبل ما نزيد المكونين التانيين. بنرجع بنزيد ربع كوب من طحين الفرخة، نحن وعم نخلط ملعقتين كبار من السكر، بنكمل خلط. اكيد ما بننسى الحليب اللي بدنا نجهزه للقريشه، انتبهوا كمان ما يلطع من تحت. اول ما تشوفوه للحليب بلش بهيدا الشكل يغلي او قبل الغليان بشوي، بنزيد ملعقتين كبار من خل الابيض، بنوطي النار على الاخر وبنخلط على مهلنا. وبس دقايق وشوفوا كيف فصلوا مشتقات الحليب عن المي. بس شوفوا هالقريشة كيف بلشت تتكون، بنخليها بعد دقيقة واحدة وبنطفي تحتها. أما المهلبية كمان ما بننسيها، منضل عم نخلط فيها، بدنا إياها تسمك. هلأ حيروح المي منها وتبلش تسمك وتشد، وبنعرف من غليانا إنه خلصت. بس شوفوا كيف شدت هالمهلبية وعم تغلي بهيدا الشكل. منطفي تحتها، منجيب القريشة مثل ما هي منصفيها، وهيك منكون صفينا القريشة، شلنا ميتها، مننقلها لفوق الطنجرة، منرجع نكبسها شوي صغيرة بس لحتى نشيل كل المي الزايد من قلبها. منتركها لحتى تبرد. مهلبية كمان خلصت، كمان بنتركها لحتى تبرد لحتى نرجع نخلطها بعدين. نرجع بعد تقريبا نص ساعة. وهلا من بعد ما يكونوا بردوا المكونات مثل ما هي، أول شيء المهلبية، بس شوفوا من لا قوام، بنحطها بقلب وعاء كبير مثل هيدا. نرجع من بعدها القريشة، بس تأكدوا انه تكسروها شوي حبيت اصغر، بس اكيد ما تنعموها كتير، بس لحتى يضل فيه هالقوام يلي نحن معودين عليه بالقشطة. بنحطه كمان فوق المهلبية، نخلط. بس شوفوا هالقشطة كيف بلش يتكون، انا اكيد انه هاي من اطيب انواع القشطة يلي فيكن تعبوها بالبيت. واكتر من هيك، هلا لمناسبة رمضان عم نحضر القطايف، القطايف ما بدها غير هيك قشطة. بس انطرونا للحلقة الثانية لحتى تشوفوا أطيب قطايف كمان.